السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه ديال العكر زوينه البنات، خطيره 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 بزاف. القدام، الحناك، المناطق الحساسه، خطيره البنات، غزاله 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 بزاف. كما العادة نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. كما كتشوفوا البنات، هذا العكر كما كنقولوا ليه حنايا العكر ديال 24 ساعة. هذا البنات خطير بزاف بزاف، كيف ما قلت لكم المناطق الحساسة والقدام والحنيكات خطير البنات بزاف بزاف بزاف. كما كتشوفوا غادي نحيدوا منه واحد الكميه اللي غنحتاجوا فيها حنايا نستعملوها، هي اللي غادي نحيدوا. هانتوما البنات، غادي نديروا ليها البنات حمام مريم. بالنسبه لدابا كاين غير الصيف، يمكن لينا نديروا حمام مريم غير يعني بلا ما نديروه فوق البوطه، يعني فوق الشتا والبرد، هذيك الساعه عادي يمكن لينا نديروا فوق البوطه باش نذوبوا الخليط. هانتوما البنات، خاصنا نديرو الماء، الماء سخون، ونديرو فيه الإناء اللي فيه العكر. هانتوما البنات، شدوه، نبقاو نحركو فيه حتى يدوب لينا. هانتوما البنات، غير بشويه باش ما يدخلش لكم الماء الطبيصيل ولا الحاجه اللي نتوما دايرينها فيها، باش ما يدخلش لكم الماء ليها. نبقاو نحركوا غير بشويه بشويه. هذا البنات راه مزيان للعيالات المزوجات، البنات اللي باقيين صغار، يعني زوين لكل شيء. ما تنساوش البنات ابوناو عندي وتفعلوا الجرس وشي لايك شي كومونتير زوين بحالكم. هانتوما البنات، كنتمنى يكون واضح ليكم. غير بشوي، انا كديرها في الثلاجه العكار، داكشي علاش شويه بشويه كيتفاعل مع الماء. المهم غنبقاو البنات شويه كندوبو فيه حتى يولي لنا كريمي، وديك الساعه نكملوا المراحل ان شاء الله. نكمل التحريك البنات ونرجع معكم. هانتوما البنات غادي كيدوب. هاد الوصفه البنات غير جربوها على ضمانتي. دابا لحق الصيف وكنبغيو نخرجوا وكنبغيو الرجيلات ديالنا يكونوا نقيين وممرضين، كنبغيو الحنيكات ديالنا يكونوا مزينكات ومسرارات البنات. هانتوما البنات، وهذا البنات راه حسن من الفغاجو. بالنسبه للحنيكات راه حسن من الفغاجو، الفغاجو البنات كيسد المسام، هذا البنات راه زوين ويمكن لك تستعمليه، ديري كميه كثيره وتحتفظي بيه في الثلاجه. انا نسالي البنات التحريك ونكمل مع بعضياتنا الفيديو. انا البنات رجعت لكم من بعد ما داب ليا. هانتوما البنات، شوف شوف
كما قلت لكم البنات، داك فغاجو راه ما مزيانش للوجه، بالاخص فهاد الصيف هذا كتكون البشره حساسه مع البحار مع الشمس. كليكم البنات ديروا كميه اكثر من هذه تحتفظوا بها في الثلاجه كما شفتوا. انا البنات عندي هاد الحليب، هذا هو اللي كنستعملها. نتوما البنات كما غير كنخلط وشوفوا شنو طرى للصبعاني، يعني واحد النتيجه اللي هي البنات مضمونه على ضمانتي البنات. ها نتوما مضمونه ديريها للرجيلات ديالك، ديريها للشفراتين المناطق الحساسه، ديريها للحناك ديالك، ديريها لشفايفك، يعني زوينه البنات هاد الوصفه هادي على ضمانتي. هانتوما البنات هزوا واحد الكميه ديال الحليب، تخلطوا عينا ميزاننا. هانتوما البنات زوينه زوينه ورخيصه في متناول الجميع، يعني اي وحده تقدر تصايبها، تحيد غير العجز وتنوض تقدر تصايبها، يعني العكر راه رخيص. الحليب يعني اي حليب البنات متوفر عندكم، اي حليب. ولا اروع البنات هاد الوصفه، اقسم بالله لا خطيره خطيره. والعكر ملي كنديروا عليه الحليب كتولي فيه واحد الريحه اللي هي غزاله غزاله بزاف البنات. هانتوما البنات كيولي كريمي، غنبقاو نخلطو حتى ندمجو العكر مع الحليب. الطريقة اللي هي ساهلة ساهلة بزاف البنات وزوينة. أنا بعدا ما كتخطانيش في الصيف، حيت كنلبسو صنايدلات وكنلبسو بليغات وكيكون الحضور بزاف ديال المناسبات. هانتوما البنات كنجيبوا البنات شي اناء يكون عندنا. هانتوما البنات شوفوا اللون ديالها شحال غزال البنات، غزال غزال غوزي، واحد اللويان ديال الغوزي فنيونه البنات. هانتوما انا درتها على الايد ديالي، خاصني نديروها البنات ونماصيوه باش يدخل لينا في البلاصه حنا اللي باغيين نديروها. هانتوما البنات شوفوا اللون ديالو شحال غزال البنات، غزال 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 بزاف البنات. هانتوما انا غنجيب واحد المنديل وغنمسحها، وغادي تشوفوا البنات بانها كتبقى. هانتوما البنات هانتوما البنات شوفوا على عينيكم، شو هكا تبقى كيبان لون طبيعي، ما كتبانش بان راك دايره شي حاجه، كيبان لون طبيعي بحال رباني من عند الله سبحانه وتعالى، كيبان داكشي غزال 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 كما شفتوا البنات. هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنجيبوا شي علبه شي حاجه اللي متوفر عندكم، بحال انا مسالي ليا هذا الكريم هذا غادي نديرو فيه، وغادي نحطو في الثلاجه. وفيما كنت خارجه نستعملو. درتو هنايا البنات غادي نحتفظ فيه بالثلاجة. كما كتشوفوا البنات العكار اي حليب متوفر عندكم ديال اليدين او ديال الجسم ماشي مشكل، كليكم تستعملوها البنات راه غزال غزال غزال. كما قلت لكم ما تنساوش تابونوا عندي في القناة، تفعلوا زر الجرس عفوا، وتوصلوا بكل جديد ان شاء الله، وما تنساونيش من لايك وشي كومنتير زوين. تبارك الله عليكم البنات، وكيف العاده خليت لكم الراحه، والله يسهل عليكم حتى نتوما ويعطيكم داكشي اللي بغيتو في خواطركم يا ربي امين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في فيديو لاحق إن شاء الله. مع السلامة، وشكرا بزاف ليكم.